السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا راح يكون قصير وبسيط. راح نتكلم عن الفعل تشالمك. راح نشوف الأربعة معاني اللي يكون فيها هذا الفعل. راح نبدأ مع أول معنى له واللي هو رنة، يأتي بمعنى رنة. تليفون تشاليو، تليفون تشاليو يعني الهاتف يرن. نأتي للمعنى الثاني واللي هو سرقة. راح نشوف المثال تانتامي تشالدلار، تانتامي تشالدلار يعني سرقوا حقيبتي. راح نشوف المعنى الثالث واللي هو عزف. عندنا مثال بيانو تشالماي بليوم سون، بيانو تشالماي بليوم سون، هل تعرف العزف على البيانو؟ عندنا آخر معنى له واللي هو دقة. مثال كابيو تشال، كابيو تشال يعني دق الباب.